قيل الصمت في حرم الجمال جمال، لكن في حضرة سوريا المشرعة على القتل والخراب من كل جانب، فالصمت صار تعبيراً بليغاً عن حالة العجز في وصف الأهوال والجرائم، تماماً كحالة هذه المسرحية التي وظفت إيماءات الجسد لعرض مشاهد متكاملة عن سوريا في وضعها الراهن. عم حس إنه الحكي ما عاد ينفع. بعدين عموماً اللغة 70% منها إشارة وتعبير جسد و30% الحكي. بعدين الإشارة وتعبير الجسد لهم أبعاد متعددة كتير مفتوحة، يعني مفتوحة على التأويل. حكي عن تعذيب السجون، عن التعذيب الداخلي للامرأة أو للنساء بشكل عام، عن القصف، عن الرعب، عن الدمار، كل شيء. هاي الأحداث اللي بتصير بسوريا ناس كتير ما قدروا يعبروا عنها بكلمات قليلة، نحن قدرنا نعبر عنها إن شاء الله يعني بدون ولا كلمة. نحن والعالم هو اسم المسرحية التي عرضت على مسرح غازي عنتاب، وقدمها يافعون سوريون خضعوا للتدريب مدة 4 أشهر متواصلة كي يستطيعوا من خلال عرضهم هذا إيصال رسائل عديدة تشير لمعاناة قاساها السوريون داخل وخارج بلادهم. ستعيش الثورة السورية، هي الجملة بظن أنه كافي لكل شيء. مسرحيتنا هي مسرحية حركية، فيزيكال ثياتر، بتعرض كل شيء تقريبا عم بيصير بسوريا، ما بدي اقول كل شيء بس جزء من المعاناة الشعب السوري عن طريق لغة الجسد بدون ولا اي كلمة. وكثير بذلنا جهد لحتى يطلع معنا هالعرض، لنا 4 شهور عم نتدرب. في محتوى العمل المسرحي الصامت حضرت رسائل الفريق واضحة جلية، منها ما يعرفه العالم ويغض بصره عنها، ومنها ما تبقى أرشيفا خالدا في ذاكرة الشعوب عن مرحلة أكثر ما ازدهر فيها الصمت الأممي على مذابح ترتكب. تلك رسالة أخرى يعبر السوريون من خلالها عن معاناتهم، ولكن هذه المرة بدون كلمات، فالصمت أبلغ من الكلام أحيانا. تالي قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.